السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الرابعة. إن شاء الله راح نتناول ضمن هذا البلاي ليست مادة ديزاين أو تصميم منظومات الري والبزل. نتناولها إن شاء الله بشكل تفصيلي بمحاضرات إلكترونية تدعمها المحاضرات الصفية الكلاس ليكتشرز، حتى إن شاء الله تكون عندكم مادة متكاملة. وايضا هذا يفيد اللي يدرسون ماده تصميم منظومات الري والبزل من الجامعات الاخرى. راح نتناول ضمن هذا السمستر الماده حتتقسم على كورسين. الفيرست كورس نتناول بها ديزاين اوف اريجيشن نتورك، بينما الكورس الثاني راح نتناول بها ديزاين اوف درينج نتورك، يعني شبكات الري، تصميم شبكات الري راح ناخذها بالكورس الأول، بينما تصميم شبكات البزل راح ناخذها بالكورس الثاني. بالكورس الأول راح نسوي بلاي ليست نسميها Design of Irrigation Network، تمام؟ نتناول بها كل الإيريجيشن نتورك، وبعدين بالكورس الثاني إن شاء الله تعالى نعمل بلاي ليست ثانية نسميها Design of Irrigation Network، وننزل السيلبس والمحاضرات والأمور المتعلقة بها. احنا بشكل مبدئي قبل ما نبدا بالماده، المفروض انت متوصل مرحله تدرس ماده الديزاين اوف اريجيشن اند دريت نتورك، لابد ما يكون انت لازم عندك باك جراوند عن مبادئ واساسيات ماده الاريجيشن اند درينج. يعني المفروض انت خلال المرحله الثالثه انه انت دارس مبادئ خاصة بالإريجيشن أند درينج، يعني تعرف الووتر كونسبشن، تعرف أنواع التراب، الاستهلاك المائي، الطبيعة الطبوغرافية للأرض بحيث إيش قد يعني كميات الماء، هل هي من نوع تخزن ماء أو ما تخزن، يعني الهايدروليك كونتكتيفيتي الخاص بها. كذلك تعرف نقطة الذبول، كفاءة الري، فترات الري، الريجيشن انترفل، كل هاي الأمور أنت المفروض المبادئ الأساسية دارسها بمرحلة مسبقة، لأنه تعتبر مادة الديزاين أوف ريجيشن نتورك مادة متقدمة. وإحنا بكل الأحوال إن شاء الله تعالى أي موضوع نعرج عليه قبل ما نبدأ بالأدفانس اللي هو ضمن الديزاين، إن شاء الله راح ناخذ البيسك مالته بشكل ريفيو سريع وعرض لكم إياه إن شاء الله، حتى أنت تربط المادة القديمة مع يعني البريفيوس الأساسيات البيسك مع المادة المتقدمة وتقدر إنه تراجعهن. هذه المحاضرة اللي تعتبر المحاضرة الأولى ضمن كورس الأول اللي هو السيلبس ديزاين of irrigation network. السيلبوس اللي حنقدمه بهذا الكورس اللي خاص بتصميم منظومات الري، وبالكورس الثاني سبق ونوهنا خاص بتصميم منظومات البزل. نمبر 1 راح ناخذ الريليشن، العلاقات اللي تربط لنا الديسشارج مع المساحه الصافيه المرويه الاريا نت، او نسميها احنا الاريجيشن اريا مع الدي نت، ونعرف الدي جروس وغيرها. لازم نعرف ايضا انواع الديسشارج اللي احنا نزوج بيها من مصدر الووتر سورس الى الحقل الفار. شنو انواع الديسشارج؟ اكو يعني ري او تصريف مستمر كونتينوس، واكو نسميه احنا انترمينت اللي يقصد به المتقطع. كذلك لازم نعرف ما معناه فترات الري irrigation interval. After that لازم نعرف البيسك انفلتريشن، بعدين راح ناخذ الانفلتريشن ميجرمنت بعدين. فهذا يعتبر الانفلتريشن راح ناخذ احنا بالبدايه عباره عن بيسك، البيسك انفلتريشن. After that لازم نعرف الجروس ديبث، شنو فرقه؟ اكو احنا عندنا ثلاثه من الديبث، واتوقع المفروض انه انتم ماخذيهن بالبيسك الخاص بالاريجيشن. عندنا التوتال ديبث، وعندنا الجروس ديبث، وعندنا النت ديبث. ان شاء الله ايضا راح نتناولهم بشكل تفصيلي ونتعلمهم. بعد ذلك ناخذ الديستريبيوشن يونيفورميتي اللي هي كفاءه التوزيع اللي خاص بمحطات الري. بعد ذلك ناخذ الفورمز، الاشكال للاريجيشن سيستم. عندنا احنا تصنف حسب السيستم الى اثنين، عندنا سيرفيس سيستم اللي هو البوردر والري بالمراويز غيرها، وعلى عندنا الطرق الميكانيكيه، النظام الميكانيكي، ميكانيزيوم سيستم اللي هي سبرنجر والتريبل، طريقه الري بالرش والتنقيط، وان شاء الله راح نتناولها بشكل تفصيلي.
بعدين راح ناخذ الابليكيشن ري الانتنسيتي الشده المطريه وشلون نستفاد من عدها ويمكن نوقف لحظات الري والديزاين شلون اذا كانت المنطقه تحتوي على شدات مطريه عاليه شلون حيكون التصميم الخاص بها. بعدين راح ناخذ الانفلتريشن ميجرمنت، هنا اخذنا البيسك الانفلتريشن، هنا ناخذ الانفلتريشن ميجرمنت. اخر دفتر ناخذ الووتر ديستريبيوشن بروفايل، المخططات الخاصه شلون اني اوزع المياه او اوزع الماء، مخططات توزيع المياه، شبكات التوزيع لمحطات الري. بعد ذلك راح ناخذ الترانزيشن، شلون اني انقل الفلو الجريان خلال البايب فورموليشن. المعادلات اللي تحكمها هي اشهر معادله، معادله هيزن ويلز امبيريكال، المعادله الوضعيه. بعد ذلك راح ناخذ الديزاين اوف لاترال اريجيشن بايب. افتر ذات ناخذ الديزاين اوف لاترال اريجيشن بايب بس ناخذ بطريقه الليفل لاترال اللي هي معادله ملتي سايد مونوفولد. بعد ذلك راح ناخذ المين لاين ديسشارج شنو معنى بي، وبالتالي نصمم البايب او طريق الري بطريقه المين لاين ديزاين. اتوقع هذه الماده متكامله شامله ان شاء الله، ما بيها نقص اي موضوع. انت ان شاء الله اذا اخذتها اتوقع راح تكون باحترافيه نتصل الى نسبه without application يعني نسبه 70 الى 80 الى 90% اذا انت كنت يعني مع يعني قراءة المصادر انت تقدر تتخرج كمهندس موارد مائية عندك القدرة على تصميم منظومات الري والبزيل اعتماد على الديزاين كريتيريا ان شاء الله اللي راح نتناولها بهذا الكورس. المصادر اللي معتمدة اللي نقدر نعتمدها ضمن هذا الكورس الخاص بالإريجيشن سيستم هم صراحة ثلاث مصادر. هاند بوك، اكو آلاف المصادر، انت مجرد ما تدخل على موقع الباحث العلمي الجوجل سكولر او الباحث الاكاديمي الريسيرش جيت او يعني المواقع العلمية الاكاديميك ايجوكيشن، مجرد ما تكتب اريجيشن او ديزاين اوف اريجيشن نتورك هاند بوك بي دي اف راح يعني تلاقي آلاف الكتب. اكو كتب مختصرة غيرها، انا صراحة جبت لك يعني أهم ثلاث كتب رئيسية تتناول المادة بشكل تفصيلي تفيدك إن شاء الله. راح أنزل لكم الكتب على شكل PDF في قناتكم للتليجرام، راح يعني أوضح الكتب أيضا هنا حتى الطلبة إذا كانوا أيضا من غير جامعات أو غير بلدان يقدرون إنه ينزلونهم. الكتاب الأول هو من تأليف العالم رادي، طبعا بالمناسبة أغلب كتب الإيريجيشن هي كتب هندية لأنهم مبارعين بمجال الووتر ريسورس، اسمه Irrigation Engineering من تأليف هذا العالم Irrigation Engineering من تأليف هذا العالم اللي هو إديتر رادي. الكتاب من 2010 من نيودلهي طبعا. السيلبس مالته كلش ممتاز، إذا تدخل عليه راح تشوف الكونتنت جدا ممتازة، يتناول عدد من الأمور اللي هو الإيريجيشن إنجينيرينج. وهذا الكتاب صراحة يربط مع مبادئ الري الأساسية جدا هوان، يعني اللي عنده ضعف في مبادئ الري قراءة هذا الكتاب أتوقع راح تفيده. شلون تقيم أنت مشاريع الري، شلون أنه أنت تنشئ، أيضا بيشمل بدرينج المابنج الخرائط اللي تسويها أنت للووتر نتورك لتصميم منظومات الري، الديماند مقدار الطلب، شلون انا اصمم الاريجيشن سيستم على مقدار الطلب الديماند، المودرن كانال القنوات الوسطيه احنا نسميها باستخدامها ايضا اوبريشن تكنيك. يعني صراحه كتاب جيد يفيدك واكثر شيء يفيدك بالبيسك. الكتاب الثاني اللي ايضا كتاب هندي اسمه اريجيشن اند ووتر باور انجينيرنج، ايضا كتاب جيد للتأليف العالم بين الكتاب هذا 1992 العفو، أيضا من نيودلهي دار النشر لاكسمي. كتاب جدا ممتاز، الكونتنت إذا تدخل عليه جدا ممتاز، كتاب يعني بادئ من الأوليات البيسك ومتقدم للأدفانس. الديفينيشن نيسيسري شنو معنى السكوب او الاهداف الخاصه بالاريجيشن ساينس علم الري، شنو البنفيت اوف اريجيشن الافكت التايب اوف هاي يفيد المراحل الاوليه، المرحله الثالثه يفيد الميثود اوف اريجيشن الطرق مالت الميثود اوف اريجيشن اعتمادا على نوع النبات،
الانكونترولد، الفري فلودنج، الكونترول البوردر، وطريقه يعني عدى البيزين، اكو طريقه يسموها زيجزاج ميثود، طريقه الري بالمراويز، طريقه الكونتورز فورمولي، السب سيرفيس اريجيشن، الري تحت السطحي اللي احنا لما تكون مثلا التراب دائما متشبع او عفوا به نسبه تبخر عالي، فحتى احنا نريد نوصل الماء للافكتيف زون، الدريب اريجيشن، الووتر احنا نسميه ريكويجن اوف جروب. جدا كتاب ممتاز صراحه، بس هو يعني بالمناسبه الكتاب يعني حتى المبلغ مالته غالي جدا، يعني اللي يحتاجه هذا مجرد راسلنا على القناه. وبالنسبه لطلبه الكليه ان شاء الله راح اوفر لكم على التليجرام هذه الكتب الثلاثه كمصادر تطلعون عليها. السكشن 2 يحكي على الووتر ريسورس انجينيرنج، ومن يربط مع الهيدرولوجيك سايكل، الفلتريشن والاريجيشن، طرق الاريجيشن شلون اقسمها وغيرها. يعني ايضا كتاب جيد، يعتبر كتاب هاند بوك لكن هو متقدم. ما تدرسون كل المصادر به، حتكون الى تشابتر 5. شابتر 6 ما يتضمن إريجيشن، راح يتكلم عن الخزانات وبعدين عن السدود و... يعني هو الكتاب اصلا 772 بيج. سو هذا الاخيرات يعني ما يهمونك بهم، انت فقط الجزء الاول اللي هي اول شابترات لحد شابتر 5 يفيدك ان شاء الله ضمن تخصصك. الكتاب الثالث هو الافضل صراحه يعتبر، لانه حديث 2016 ومتخصص فقط اريجيشن اند درينج فقط، ما يتضمن اي شيء ثاني. هذا الكتاب ايضا جدا ممتاز من دار النشر سبرينجر، الناشر ضمن مجموعه من الباحثين بيتر ويلر ومن جامعه اريزونا في الولايات المتحده الامريكيه. ايضا كتاب ممتاز 2016 صراحه، المنهج مالته والسيلبس مالته ايضا جدا مفيد وقريب على ما تتطلبونه انتم اذا تظهرون على الكونتنت مالته، جدا مفيد. الاريجيشن ايكونوميك اللي ياخذ نوع طبوغرافية التربه، احنا مثل ما نقول الروت زون، الافكتيف زون شلون انت تحدد على اساسه ايش قد مقدار الانفلتريشن اللي داخل التربه، البيركوليشن وغيرها، هاي الامور كلها، نسبه التملح، الووتر انسيلتي ستراس، الإيفابو ترانسبورتيشن، المعادلات الحاكمة، معادلة بنامين إكويجين، المعادلات الثانية حتى تحسب أنت مقدار الإي تي، الإيفابو ترانسبورتيشن، وكذلك الجروب إيفابو ترانسبورتيشن. إحنا عندنا نوعين من الإيفابو ترانسبورتيشن، أحدهم يظهر من التربة والثاني يظهر من النبات. الإيريجيشن لاترال ديزاين إن شاء الله إحنا هذا السبق وتناولناه، راح نتناوله إن شاء الله، ندخل بموضوع الأوبتمايزيشن والميل لاين ديزاين. ايضا موضوع جدا مهم، هذا من المواضيع الاخيره ان شاء الله. تصميم ايضا البمب بالشابتر 9 يعني شويه راح يكون يعني بعد انه مو تخصصك وانما يعني مو متخصصك وانما يكون ضمن ماده الهيدروليك اللي تناولتها يمكن بالمرحله الثالثه اللي هي تصاميم البمب والتورباين وغيرها ان شاء الله. والجراوند ووتر هذا يفيدك اذا ضمن ماده الجراوند ووتر، الاوبن شانل فلو من ماده القنوات المفتوحه، والسنترال بايب اريجيشن سيستم ايضا هذا يفيدك، البابيت اريجيشن سيستم يفيدك ضمن تخصصك، السبرينجر اريجيشن ايضا شابتر 13 هو هذا ايضا ضمن تخصصك، اللاندسكيب اريجيشن سيستم الري تحت السطح وغيره ايضا يفيدك، اريجيشن ديزاين اند مانجمنت راح ندخل بالمانجمنت انا شلون اسوي اداره لمنظومات الري، الدريب اريجيشن اللي هو احنا نسميه الري النقطي شلون انا اسويه، الفلتر مالته، الساند فلتر، انواع الفلاتر شلون انا اصمم هذا النوع بالتفصيل ان شاء الله. هذا الكتاب جدا مفيد جدا مفيد، وايضا يدخلك حتى بكيميائيات التربه، يعني حتى اذا انت ناوي المستقبل تكمل يعني دراسات عليا وتدخل بهيك اختصاص، هذا الكتاب جدا راح يفيدك لانه موسع جدا ويتضمن كل هاي الامور، حتى يدخل بالملوثات مال الويست ووتر وتاثيرها والتريتمنت. ان شاء الله احنا راح نختصر بضمن هذا المنهاج ضمن
ضمن موضوع التخصصكم اللي هو فقط ديزاين اريجيشن اند درينج نتورك. هذه المصادر الرئيسيه، وتقدر انت يعني توسع مدار افكارك، تبحث عن كتب اخرى. مجرد ما تكتب اسم الماده ديزاين اوف اريجيشن اند درينج نتورك هاند بوك، اهم شيء تكتب هاند بوك حتى انه تعرف انه اكو كتب تكون هي عباره عن ادفانسد في موضوع السوفت ويرز اللي تحل. أو بالمناسبة أفضل أنواع السوفت ويرز اللي تشتغل بهذا المجال لحد الآن اللي هو تصميم الإيريجيشن ودرينج ومساحات الري المبذولة ومساحات وغيرها، وعلى أنواع التربة والتبخر والمدى الإجهادات وغيرها. برنامج اسمه الهيدرا ستودي اللي هو الفاينايت إليمنت ميثود. سو أكو بعض الكتب تحاول تزج معلوماتها ضمن إنه تدخلك بالإيريجيشن، تربط لك إياه مع الجوفرنج إكويجن اللي هو ضمن الفاينايت إليمنت ميثود، حتى يربطونها مع السوفت ويرات الكتب الحديثة المتقدمة. أنت هسه حالياً بالمراحل الأولى، نسميه فريش ستودنت، نحتاج إلى كتب هاند بوك تعلمك البيسك والفلسفة التصميم لهذه المنشآت أو لهذه العفو الأنظمة الخاصة بالري أو بالبزل، حتى أنت تكون عندك مدرك واسع، وبعد ذلك تنطلق إن شاء الله للمستقبل بالنسبة لاستخدام السوفتويرات في هذا المجال. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت، إن شاء الله على المحاضرات القادمة راح نكمل سلسلة المادة بهذا الموضوع. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار بدون تراسلنا، نلتقي بكم بالمحاضرات القادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.